تسبب حادث مروري مساء الاثنين في إغلاق الطريق الوحيد الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بمدينة تعز المحررة، والذي يعتبر الشريان الوحيد لإمداد تعز. وأفادت مصادر محلية بأن ناقلة محملة بالمشتقات النفطية ارتطمت بالجدار الساند في منعطف القرصوب بطريق هيجة العبد. وبينت المصادر أن سبب الاستطام هو عدم قدرة الناقلة على العبور فوق إحدى الحفر العميقة بطريق هيجة العبد، ما تسبب بالحادثة وإغلاق الطريق بشكل نهائي.